الرز الخضر بطريقة ممكن وين طريقة تسكتها هي اللي ضيفت الزيت غاد شوية نوفو اللوز أتد غادي تقطع شوية هذا سيا غادي غادي الخضر تسكرة لغوري لغوري بطاطا مريشة خيزو غزالين هاتين طريقة قدير غزالين المطيشة بسم الله الرحمن الرحيم شتومة 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 أتغرق يقر القلا مزيان غاس التوابل يراني ما يطاح مع طريات يسمي الوزار يشوفي ريحة الران حميرة الوزار مسكين جبير شوية كنور الخرقوم صافي يعني هنا ايوا ردي قران نجمع التيغ ان شاء الله باش اسمح التوابل انا كاع نخبر التقلا غادي قدا تصير التوابل ياكم تيسن الخرقوم لي بوار يشوف ريحة الران يشوف ريحة الزقزان ريحة الران من اثنين خليطات خليطة بدات بدات حميرة سكين كبير كامون كل شيء زيادة هذا اسمه زايد شوي مكنور يانو الماس القصبور هي جوج ختي ختي فريو دماطيشة نحوكة ونفتاسة جد تقالي الفريو يمشي باش ادور تخسر مزيان وكان يرغف يرغف من الروز ها الروز قد يرغى الروز يرغسنا في برمان ونان خلنا رقم ونان ياثنا الروز يتخطاس يرغسنا في ونان صافي قد تخلطه تخلطه يمشي كار يخلط مزيان الرب يخلط وهنا قناص كوكو طاردين ونجمع الدير ان شاء الله هنا نمشي تتريني على المطلوب هذاك حلوين و يتبقى الرز يحلان يا تفوت الرز كيشهي درت الخضرة غادي ندير واحد الترجمة شوية درت دابا الرز بالخضرة شوية ديال الخضرة البصلة مطيشة خيزو بطاطا الثومة مطيشة تلحوك صبور معدنوس توابل شوية ديال الدجاج وصافي دابا غادي نسد عليه حتى يطيب ونتلاقاو ان شاء الله ايتما لي ستما انا الروزينوا نتمنى هذا وانت عجب الوصفة نواس مشاو نتعجب شجعني تدعمي القناة يلا السلام عليكم على الوصفة يا بنين ان شاء الله